خير يا اجمد واقصى رجاله في مصر. النهارده هنتكلم في الفيديو على الستايلينج واكس، فوائده ده اول حاجه. تاني حاجه كان احمد جلال بعت لنا طلب مننا ان احنا نعمل فيديوز عن حاجات او عادات غلط بنعملها لدقننا، وازاي يعني ازاي نوصل يعني لاحسن كواليتي في دقنك من غير ما تستعمل حاجات كيماويه عليها. مبدئيا الستايلينج واكس ده وظيفته الاساسيه ان هو حنتفى اخيرا، يعني هو مش هو يعني الزيت بيروح ايه تقعد تسرح بيه وتنعم دقنك والقصص دي كلها. الواكس ده ستايلينج واكس، عشان زي ما بتبقى خلاص استحميت وحطيت اللي هو مثلا الكريم او الكلام ده كله، بتروح ايه مديها واحدة واكس كده عشان التاتش الاخير، الواكس الحنتفى الاخيرة. فلما بتيجي تستعمله طبعا بتاخد منه حتت صغيرة جدا، مش بتروح مزروط او حاطط بقى حتة قد كده منه وبتاعه لا هو مش كده. وهو ده شكله عالمي. وهنا طبعا مكتوب ورا الانجريدينتس بتاعته على اساس انت لو عايز برضو تعرف ايه الحاجات اللي متكون منها وكده. هو عامه هو برضو عشان برضو عارفين هو معمول من حاجات كلها ناتشرال 100%، ما فيهوش ولا حاجه واحده مش ناتشرال، عشان يعني نبقى ضامنين ان انت وشك وشنبك مرتاحين 100%. تمام. تستعمله ازاي بقى؟ انت بتاخد بظهر ضفرك كده متعور اكل الضوافر. ابويا دايما كان بيضربني على ايدي، اظن انا بعمل الموضوع ده عندي. بتاخد الواكس كده وتروح ايه راح. تمام. بيبقى على خفيف قوي، موجود على خفيف قوي، وتروح ماسك عامل الهوك ده. طبعا هو على حسب طول شنبك، بس احنا هوريك الاثنين، بس ايديك لازم تبقى بالمنظر ده وايه تمام. طبعا ده سولوشن، وفي سولوشن تاني ان انت بتروح مسرحه ثانيه اجيب المشط. جيب اي مشط سنونه ضيقه وتروح مش عارف ليه دايما بقعد اعمل كده وانا بسرح شنبي بقى. تمام. بس بعد ما تخلص بقى، بعد ما تعمل الحركه دي، بتروح ايه لو في حتت واقفه بتروح منيمها بالشكل ده، مش كميات كبيره عشان هو بيبقى لونه في ابيض، فلازم تفركه لحد ما تلاقي ان هو ابتدى يختفي، وبعدين تروح عامل الحركتين دول. فدي الطريقه اللي بتستعملها بيه، مش الطريقه الاساسيه ان انت ايه تلغوص الدنيا. ما تلغوصش الدنيا، لانه ما ينفعش تبقى انت ماشي بالواكس وعامل ابيض، في ابيض على وشك، فلازم تبقى ايه بتعمل الدوز. طبعا انت كل شويه هتغلط وتعملها مره واثنين وثلاثه مش مظبوطه وما تعجبكش، مش مشكله، كمل وعيدها تاني او انزل بيه كده، المره اللي بعديها هتظبط تاني وتالت ورابع عادي، مفيش مشاكل، خد وقتك خالص. مهم نتكلم بقى عن النقطه الثانيه. وشك عامه حساس جدا، بس الحمد لله الوش الاسمر المصري الجميل بيستحمل الكلام ده كله، فدي نعمة من عند ربنا طبعا، يعني ان انت بتتأثرش قوي بسرطان الجلد. بس برضه عرضة ليه، بس مش زي الاجانب. يعني الابيض بالراجل اللي لونه فاتح بيقعد في الشمس ربع ساعة بيموت، كانه بيتحرق بيولع. فاحنا الحمد لله مش كده، بس في نفس الوقت برضه انت لازم تأفويد الشمس قد ما تقدر، وتستعمل سان سكرين، وما تستعملش حاجات كيماوية على وشك ايا كانت. عايز تفردها بقى وتعمل الكلام اللي هو اللي الحلاق بتخش يعرض عليك على السنوه كده بيعمل لك خدمه وهو بيأذيك اصلا، ف
فانت لا، يقول لك انا بص بقى سيب لي نفسك وهفردها لك كده، اعملها سيشوار، افردها بالسيشوار، بس ما تفرداش برضو بالسيشوار، ودي برضو من الحاجات الغلط تتعمل، تفضل عامل السيشوار كده في وشك، لا اعمل الشعرة وانزل بيها من بعيد من غير ما تقرب من وشك عشان ما تتحرقش وتتأذي وتأذي جلدك، تمام؟ وهتضطر ان انت ما تستعمل كريمات بقى للحروق او مثلا لو حصل لك ايه، بس فبلاش الكلام ده كله يعني. فلازم تبعد عن الحاجات الكيماويه، لا كريم فرد بقى ولا بلسم، بلسم يعني مثلا بانتين ولا شامبو بانتين على وشك على اساس ان هو بينعم، لا 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 انسى الكلام ده كله، تمام؟ فما تستعملش اي حاجات كيماويه على وشك. وشكرا يا احمد ان انت فتحت القصه دي عشان يعني نعجل الفيديو شويه عشان تلحق تعرف المعلومات دي قبل ما نستنى فيديوين ثلاثه كمان. و بس كده. طبعا لو عايزتوا اي اسئله تانية اسال شعراوي، اسال اندرسكور شعراوي، هاشتاج اسال اندرسكور شعراوي على تويتر وعلى فيسبوك. طبعا لما نعمل بوست الفيديو على البيج بتاعتنا بتاع ذا مان براند هتكتب الكومنتس اللي انت عايزها وهرد على كل الاسئله ايا كانت في ايه، وهنسال خبراء لو انا المعلومات مش عندنا. يعني انا وظيفتي ان انا ادور واعرف كل المعلومات اللي ممكن تفيدكم باي شكل من الاشكال. بس كده، سلام.